بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار جهود الدولة المصرية في التعامل مع ملف التغيرات المناخية اللي أصبح حديث الساعة ليس على المستوى الوطني فقط ولكن على المستوى الدولي، واهتمام القيادة السياسية بهذا الملف بشكل بالغ، بدأت مصر في التوجه نحو إعداد أول استراتيجية من نوعها في تاريخ مصر خاصة بالتغيرات المناخية. الاستراتيجية جاءت في ظل ظروف أحداث مناخية جامحة بتتعرض لها مصر خلال الأربع خمس سنوات السابقة. بنلاحظ وجود أو تعرض مصر لموجات حر شديد أو موجات برد شديد، وأيضا موجات مطر مفاجئ بكميات كبيرة لم تكن معهودة قبل ذلك، بما يؤثر على البنية التحتية وعدم استطاعة البنية التحتية تحمل هذه الكميات الكبيرة من الأمطار. كما تسبب هذه الأمطار أيضا في بعض المناطق ما يسمى بالفيضانات المفاجئة اللي بتتسبب في مشاكل كبيرة للبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة. أيضا مصر بتهدف إلى التوجه نحو تنمية مستدامة منخفضة الانبعاثات أو صديقة للبيئة. من هذا المنطلق تقوم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية على محاور أساسية، منها تحقيق نمو اقتصادي مستدام منخفض الانبعاثات، ومنها تعزيز المرونة وإجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وأيضا تعزيز أو تقوية حصول مصر على التمويل الخاص بالمناخ من الجهات المنحة، وتعزيز حوكمة التغيرات المناخية أو إدخال التغيرات المناخية في الأبعاد السياسية والتخطيط على المستوى الوطني، بحيث تكون التغيرات المناخية مدرجة في كافة خطط الوزارات والجهات المعنية الحكومية على مستوى الدولة وليست مقصورة على وزارة البيئة فقط. وأيضا تعزيز البحث العلمي ورفع الوعي وبناء القدرات الخاصة بالتغيرات المناخية. هذه الاستراتيجية بتأتي في وقت مناسب جدا قبل استضافة مصر للدورة 27 من مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، إن شاء الله مصر تستضيفه في شرم الشيخ هذا العام في نوفمبر. الحقيقة استضافة مصر لهذا المؤتمر يعني تعتبر شهادة دولية من العالم بأهمية مصر كدولة محورية في المنطقة، والثقة في أن مصر تقدر تدير هذا الملف بقوة، لأن طبعا معروف أن مؤتمرات الأمم المتحدة للتغيرات المناخية يعتبر هو أكبر مؤتمر على مستوى العالم، بيحضره حوالي 120 إلى 140 رئيس دولة ورئيس حكومة وأمين عام الأمم المتحدة والعديد من الوفود الدول والباحثين والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، فبيكون محفل كبير جدا مصر تستضيفه على مدار أسبوعين في شرم الشيخ، وبتهدف في الأساس إلى التركيز على نقطتين مهمين. النقطة الأولى هو تعزيز آليات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، نظرا لأن هذه الآثار السلبية المتضرر منها الأكبر هي الدول النامية زي الدول الأفريقية تحديدا، خاصة أن انبعاثات أفريقيا من غازات الاحتباس الحراري لا تتعدى 4%. كما أن تهدف مصر أيضا من خلال المؤتمر إلى تعزيز الوصول إلى تمويل المناخ، لأن الحقيقة دول أفريقية بالذات تحديدا هي دول نقدر نقول مظلومة في الوصول إلى تمويل المناخ، اللي المفروض كما كان متفق أن يتم تعزيز أو توزيع هذا التمويل بشكل عادل. فمصر هتركز على هذه النقطتين دول بالإضافة إلى الموضوعات التي أشملها جدول أعمال المؤتمر، أو خلينا نقول المؤتمرات لأن هم 6 مؤتمرات في بعض. فإن شاء الله يعني مزيد من النجاح لمصر، مؤتمر ناجح بإذن الله. شكرا.